الجينواز نتاع العاده حطيت لنا سبع عظمات ومعهم سبع مغار سكري، قد العظم قد سكر قد الفرينة، ركضتهم بالكدا 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 حتى لين يزون تخي بري فوليوم كيما ترا. تو باش نزيدهم سبع مغار فرينة، امانه باش نعملها كاكاو، دونك باش نقسم باش نعمل ثلاثه مغار في كاكاو والبقيه الاربع مغار باش نكملهم فرينة. سيغ كل مغرفه نغربلوها قبل ونخلطوها وحدها بالسياسه بالسباتول باش الفوليوم تاع العظم ما يتيحش حتى ما فيهاش خميره. دونك باش نبدا تو بثلاثه مغارف كاكاو نخلطهم بالكعبه بالكعبه ومن بعد نكمل الاربع مغارف فرينة هكا حتى نخلط الكل بالكعبه بالكعبه. ريتو كيفاش نخلطو بالطريقه هذه باش ما الفوليوم تاع العظم ما يتيحش. جاتو خرجته تو باش نستناك يبرد شويه ومن بعد باش نقصو. المول نتاعي حطيته في 20 سنتيمتر دو ديامتر 18 هذا ماهوش 20 18 في الفور حكيت يمكن 20 مينوت ظهر لي. شوفوا حسب اول ستوري وقت قلت لكم باش دخلوا الفور بعد ما خلطتوا هذه 20 مينوت ظهر لي قعدت في الفور. انتو عينكم ميزانكم انتم دخلوا سكينه في الوسط كان خرجت نظيفه ما تروا طاب. حطيته على 200 دوغري انا حطوها على 180 خير خليه يطيب في عقله ياخذ اكثر شويه وقت ما يطيب في عقله. انا خدت نزرب تو دونك الكاتو باش نقصو تو باش نحاول على ثلاثه مش عالي برشا تنجمو تعملو اعلى كان تحبو ام باش نحاول كمان نقصو على ثلاثه ان شاء الله نجح. حطيتو دونك كيما تراو على ثلاثه تو عندي كسيغول عملتهم بكري ماء وسكر حطيتو على النار يغلي بالكدا وحطيت لهم بعد دي غوت ديكستري دامون تو جوفي لي زامبيبي بال سيغو هذاك. شوفوا محلاها قداش هكا باركونت كي تبرد تولي شايحه شويه هذاك علاش لازمها سيغو جينواز هذي. جيت في المونتاج حطيت الكوشروله باش نبدا تو بالسيغو هكا نعمل الكوشروله. تحطوش الكريم بربي على الجينواز وهي سخونه خليوها تبرد كومبليتمون ميم با دافي راهو دوبلكم. خديت شوكولا بالعين حطيت مع شويه ويل متر حطيت على البان ماغي قاعده تذوب ولهنا حطيت سكر وماء جوست باش نعمل بيهم السيغو بعد باش نبيبي بيهم جوفي نبيبي الجينواز نتاعي بالسيغو هذاك وجوفي نفوزي فيها شويه باش نحط دي غوت دو شو اسمه ديكستري دامونت. حطيت دو ساشي دو كريم شانتي هاو الباكو يبدا فيه 4 ساشي هذايا ونتبع شو مكتوب على الباكو. نورمالمون كل ساشي تزيدها 125 مليليتر هنا دونك باش نزيد 250 بليس دو ساشي وباش نزيدهم حكايه 10 غرام دو جيلاتين. كنت نعملها بالفروماج في فيلادلفيا نلقى ما عنديش دونك بدلت البرنامج باش نعملها كريم شانتي بالبراليني بيستاش. سينو بويسك نحط دي فرامبواز انا شريت برشا البارح باش عملت بيه الكيك فواياج هذاك دونك عندي البخاليني حاضر قلت نزيد شويه بخاليني في الكريم تاعي. دونك ديما تعرفوا الفرامبواز بيستاش دو غو يمشوا بعضهم على الاخر دونك نحط في الكريم تاعي شويه بخاليني بيستاش ونركضوا باش يتخلط بال سينو تنجموا ما تحطوش. انا كنت نعملها راه بلاش كنت نحط الفرماج معاها ونعملها بلاش ام بويسك تو ما لقيتش الفرماج قلت موان نعملها بيستاش الغو. حطيت دونك كوش كريم هكا ستويتها باش نحط كعبات فرامبواز ونعاود نعمل نفس الحكايه في المره اللي بعدها نحط كوش اخرى نحط فيها السيغو نحط الكريم نحط لي فرامبواز ونكمل هكاك. عندي لوز هذاك البارح كعماليزي قعد لي حطيته وحطيت كعبات فرامبواز. اللوز ماهوش اوبليغاتوار جوست انا عندي كمان حطيته. نورمالمون هي تقعد في الكونجيلاتور تي بيس من بعد نغلبها بالشوكولا. كما الكاتو برد لهنا عندي الشوكولا دايبه باش نصبها فوقها ونرجعها الفريجيدير حط لي الشوكولا تيبس وتزينوا كيما تحبوا. عملت بعد ما صبيت الشوكولا خديت بابي كويسون هكا لصقته فوق هكا ونحيته باش عمل لي في هذا اللي تراو فيه. Découper.